والحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معنا مشكورة عبر الهاتف مسؤولة شعبة السيطرة على الأمراض السرطانية في دائرة صحة النجف الدكتورة سندس الحمداني. بداية مرحبا بك دكتورة في حصاد هذه الليلة. 6 حالات مؤكدة حتى هذه اللحظة، هذا ما أكدته دائرة صحة النجف. هل لك أن تحدثينا عن نسب الإصابات التي تم تسجيلها، وهل فعلا أعداد الإصابات في تزايد؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا بكم وشكرا لكم. طبعا سجلت دائره صحه النجف شعبه السيطره على السرطان اصابات متعدده ومتكرره لسرطان الثدي للرجال. حاليا في محافظه النجف ما يقارب 7 حالات تقريبا. العراق ككل هو 142 حاله، وهذا عامل جدا مقلق على الرغم من قله النسبه لسرطان الثدي عند الرجال مقارنه بسرطان الثدي للنساء، لكن نحن في محافظتنا الحبيبة يعني نحاول نطلع أنه ما تزود هذه النسبة. لذلك شكلنا حملة توعية واسعة تتضمن توعية وتثقيف لتشجيع الرجال عن الكشف المبكر لأمراض الثدي، لأنه الخطورة بالنسبة للرجل أكبر بكثير للمرأة، لأنه إحنا المرأة إذا كشفنا سرطان الثدي لديها بالإمكان معالجتها بأسرع وقت، لكن الرجل إذا تأخر في الكشف المبكر للثدي سيؤدي الى انتشار المرض ونكشفه في المراحل الاخيره، احتمال يعني انتشار في المرحله الثانيه او الثالثه، فهذا يؤثر جدا على حياته. طيب دكتوره، يعني اخصائيون اشاروا الى ان تعاطي الشباب الرياضيين وعشاق كمال الاجسام، يعني نسب من المنشطات الهرمونيه يعني لا توجد رقابه عليهم، رقابات طبيه تسبب في زيادة سرطان الثدي عند الرجال، يعني ما حقيقة هذا الموضوع وما دقة هذا الكلام؟ يعني هو تقريبا هو أحد العوامل اللي زودت خطورة هذا المرض هو تعاطي الهرمونات للرجال. يعني هو على أي أساس ينطي هرمونات بالقاعات الرياضية؟ على أي أساس يعني؟ يعني هو على مود يبني الجسم أو يسوي كمال أجسام، يبني جسمه ويسوي عضلات يعرض حياته للخطر؟ تعرف أن ارتفاع نسبة الاستروجين بالدم تؤدي إلى زيادة احتمال خطورة الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال؟ طبعا يعني هو الهرمونات أحد العوامل ومسببات الإصابة لسرطان الثدي عند النساء هي تعاطي الهرمونات، وأصلا حبوب المنع هاي عامل جدا قوي. طيب زائد احنا نجي الرجال اللي يتعاطون هرمونات القاعات التدريب وبناء كمال الأجسام، هذا أكبر غلط. طيب شنو إجراءاتكم دكتورة للحد من الأسباب التي يعني تزيد من حالات الإصابة، خاصة ونحن نتحدث يعني عن أعداد ملفتة ومتزايدة، يعني حضرتك ذكرتي 7 حالات حتى هذه اللحظة. نعم، إجراءات عديدة من ضمنها أولا تشكيل حملة واسعة من التثقيف ضد سرطان الثدي. نعم. يعني أول شيء إحنا من ننبههم أنه هذه الهرمونات هي أحد المسببات، يعني أنا متأكدة أنه رسالتنا هي وصلت لأغلب شبابنا بالمحافظة، أنا متأكدة 100%. نعم. من أجي وأسوي حملات تثقيف وتوعية، وطبعا مساعدة وسائل الإعلام مشكورين قاموا بنشر هذا الخبر. هذا أكيد راح توصل فكرة للشباب، هم نفسهم راح يخافون بعد يتعاطون الهرمونات، هاي شغلة. شغلة ثانية، نعم، أنا إن شاء الله ناوية أتعاون طبعا مع المؤسسات الغير حكومية عشان نسيطر على القاعات الرياضية اللي تتعامل بالهرمونات بدون رقابة طبية، نحاول احنا نشوف نفس الأعداد ونشيك الوضعية. لازم تعرف انه هذا خارج نطاق عملي، يعني انا كشعبة السيطرة على السرطان ما لنا علاقة انا كدائرة الصحة، احكي كدائرة الصحة. نعم. كدائرة الصحة احنا عملنا مؤسسات حكومية، يعني تعرف انه هذه النوادي الرياضية اللي تنفتح كلها لها ضوابط ولها خصوصيات، يعني انهت الضوابط معينة بالفتح. احنا نحاول نتعاون نوعا ما وياهم ونشوف، وان شاء الله نحاول نمنع هذه الحالة. نعم، الدكتورة سندس الحمداني مسؤولة شعبة الأمراض السرطانية، شكرا جزيلا لك.